السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. روي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. للمسجد مكانة عظيمة في الإسلام ومنزلة متقدمة عند المسلمين، وقد أولاه الإسلام أهمية كبيرة، ومما يدل على ذلك أن أول عمل قام به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعد قدومه إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد النبوي لإقامة الصلاة فيه واجتماع المسلمين، وكان مكانا للتعليم والتربية والتوجيه والإرشاد والإفتاء والقضاء وتدارس شؤون المسلمين وتوعيتهم بأمور الإسلام وأحكامه. والمسجد بيت من بيوت الله تعالى، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله عز وجل: وأن المساجد لله. فالمسجد لا يسمى مسجداً إلا إذا أوقف على أنه مسجد، وإلا لأنه في مكان يصلى فيه ولكن لم يوقف بعنوان المسجدية فإنه لا يسمى مسجدا، إنما يسمى مصلى. والأهمية المسجد فقد أفرد له الفقهاء بابا خاصا في الفقه الإسلامي، باب أحكام المسجد يتطرق إلى كل المسائل المرتبطة بالمسجد. المسجد له أحكام، له آداب، له مجموعة من الأحكام المرتبطة فيه. وقد فصل الفقهاء الكلام في ذلك. والمسجد هو المكان الذي يقام فيه أهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. فالمسجد يجتمع فيه الناس لإقامة الصلاة، ولكن لا يقتصر المسجد على الصلاة والعبادة وإن كان من أهم مقاصده، بل هو مكان للتعليم، مكان للتدريس، مكان للتوجيه، مكان للإرشاد الديني، مكان لتلقي المواعظ والخطب الحاثة على القيم والأخلاق الفاضلة. وعندما نقرأ في تراث الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فسنجد اهتمامه الكبير بتعظيم مكانة المسجد وبيان أهميته وترسيخ قيمة ومكان وموقعية المسجد في أذهان المسلمين. نشير إلى مجموعة من النقاط في الأمور الآتية. أولا، فوائد الاختلاف إلى المسجد. ذكر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مجموعة من الفوائد المهمة لمن يتردد ويذهب إلى المسجد، وفي هذا حث للمسلمين على ضرورة الذهاب إلى المسجد. الإمام عندما يوضح فوائد الذهاب إلى المسجد، إن الذهاب إلى المسجد له فوائد كثيرة،
وأنه لا يخلو المصلي من الحصول على إحدى هذه الفوائد. فقد روى ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان. الاختلاف يعني الذهاب تردد المجيء إلى المسجد. من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدلك على الهدى أو تدل على الهدى أو ترده عن ردى، وترك الذنوب خوفا أو خشية. وفي هذا الحديث دلالة على الفوائد التي ينالها من يتردد على المسجد ويحضر صلاة الجماعة في المسجد. الذي يأتي إلى المسجد لا يخلو من إصابة إحدى هذه الثمان، إما يحصل على الثمان جميعا وإما على الأقل يحصل على إحدى هذه الثمان، منها آية محكمة، يستمع إلى تفسير آية، يستمع إلى تلاوة آية الآيات القرآنية، تلاوة آيات من القرآن الكريم، يفهم معاني الآيات الكريمة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أخا مستفادا. الإنسان الذي دائما يتردد على المسجد يكون له علاقات، يكون له صداقات. انت شوف علاقتك مع من تحضر معهم في المسجد، شيئا فشيئا تقوى، بخلاف الانسان الذي لا يحضر المسجد تكون علاقتك معه علاقه سطحيه. بينما اذا الانسان يوميا ترى في المسجد عده مرات، هذا لا شك يقوي العلاقه، تستفيد اصدقاء. ولذلك الإنسان يكون له أصدقاء مع من يحضرون إلى المسجد، من يحضرون صلاة الجماعة، وأخا مستفادا، يعني تستفيد صداقة أحد المؤمنين أو مجموعة من المؤمنين. وعلما مستطرفا، تحصل على علم مما يلقى في المسجد من محاضرات، من مسائل شرعية، من أحكام شرعية. وعلما مستطرفا يعني من كل علم تحصل على طرف من، تحصل على فوائد علمية. الإنسان اللي يحضر المسجد يحصل على فوائد، يتعرف على بعض الأحكام التي كان يجهلها، يتعرف على بعض المعارف الدينية، على بعض المسائل الدينية، على قضايا ثقافية ترتبط من منظور ديني، وهكذا. ورحمة منتظرة، الإنسان في المسجد في بيت من بيوت الله تنزل عليه الرحمة، ويمكن يحصل على رزق في حضوره إلى المسجد، على فوائد دنيوية أيضا. الإمام الحسن عليه السلام سمع رجلا في المسجد الحرام يدعو الله أن يرزقه 10,000 درهم. 10,000 درهم في ذاك الزمان مبلغ كبير. الدرهم في ذاك الزمان كان تشتري به خروف ضأن، فانت تصور 10,000 درهم. عندما سمعه الإمام ذهب إلى بيته وأتى 10,000 درهم وأعطاه هذا الإنسان الذي كان يدعو الله أن يرزقه 10,000. لو أن هذا الرجل لم يأتي إلى المسجد ولم يدعو الله أن يرزقه 10,000، هل كان سيحصل على هذا المبلغ؟ والجواب لا. هذا سبب للرزق، حضور المسجد قد يكون سبب للرزق. قد يدعو لك إنسان بالمغفرة، يغفر الله لك بسبب دعاء أخيك المؤمن. أنت يمكن دعاءك ما يستجاب، لكن يستجاب دعاء أحد إخوانك المؤمنين. ورحمة منتظرة، وكلمة تدل على الهدى، تسمع كلمة ترشدك إلى الحق، ترشدك إلى الهداية،
ترشدك إلى الطريق المستقيم، أو كلمة تردك عن الردى، تردك عن المنكر، تردك عن المعصية وترك الذنوب. الإنسان إذا دائما يحضر إلى المسجد تتقوى عند المناعة الدينية. شوف مثل الإنسان لما يأخذ لقاحات تتقوى عند المناعة، حضور الإنسان إلى المسجد، روح الإيمان في المسجد، أنفاس المؤمنين، هذه تقوي المناعة عند الإنسان. وترك الذنوب خوفا أو خشية، إما بتكون بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى أو لا الخوف من الناس يتكلموا عليه. أحيانا الإنسان يمكن ما يرتكب معصية لأن في بيئة مؤمنة، في مجتمع مؤمن، ما يريد أحد يتكلم عليه، ما يريد تتشوه سمعته، فيترك الذنوب. أو خشية من الله سبحانه وتعالى، هذه لها فوائد. إذن حضور الإنسان إلى المسجد كما يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام له فوائد عديدة، وإن لم يحصل على جميعها فلا يخلو أن يحصل على بعضها. زين، الإنسان اللي ما يحضر المسجد هذا يخسر هذه الفوائد. الإنسان الذي لا يحضر المسجد ولا يصلي جماعة هذا يخسر الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وصل عدد المصلين جماعة إلى 10 لا يحصي ثوابهم إلا الله، هذا يخسر الإنسان لما يصلي جماعة. يخسر اكتساب الأصدقاء والمؤمنين، يخسر كثير من المعارف الدينية والأحكام الشرعية، يعني يكون جاهل بالأحكام الشرعية، وبعد فترة طويلة يتبين له عنده أخطاء في الوضوء، عنده أخطاء في الغسل، عنده أخطاء في الصلاة، والسبب إنه مقصر، مو قاصر، مقصر، لأنه لا يستمع ولا يحضر ولا يسأل علماء الدين عن الأحكام الشرعية. وبعدين بعد 20-30 سنة يتضح له أخطاء بعض أعماله الدينية. وأيضا يخسر الرحمة، يخسر التكافؤ الاجتماعي، يخسر صداقات المؤمنين، هذه وغير ذلك من الأمور التي يخسرها الإنسان الذي لا يحضر إلى صلاة الجماعة. هذا أولا فوائد الاختلاف إلى المسجد. ثانيا ترك المسجد من الغفلة. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ينقل عنه هذا القول: الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. إذن الإنسان الذي لا يحضر إلى المسجد هذا في غفلة، هذا غافل عن أمر دينه، غافل عن آخرته. الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم عليه أن يحرص على حضور المسجد، لأن المساجد هي أحب البقاع إلى الله في الأرض. في المقابل فإن أبغض البقاع إليه في الأرض هي الأسواق. سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل أن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إليه، فقال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إليه الأسواق. لماذا؟ لأن المساجد هي مكان الرحمة، هي مجالس الأنبياء والأئمة والأولياء، هي بيوت المتقين والمؤمنين، وهي مأوى الملائكة، وهي مكان للرحمة والمغفرة. بينما الأسواق تذكر الإنسان بالدنيا، المساجد تذكر الإنسان بالآخرة، وأما الأسواق فتذكر الإنسان بالدنيا وتشده إليها، وهي مثوى للشياطين أيضا كما في الروايات.
نعم الإنسان يذهب إلى السوق بقدر الحاجة، يقضي حاجته. يما كل يوم رايح السوق، كل دقيقة رايح السوق، وبعض الناس يذهب ليس من أجل الشراء وقضاء الحاجات وإنما لأسباب أخرى. المسجد هو مكان الرحمة والبركة، وهي مأوى، وهو مأوى الملائكة. الإنسان المؤمن عليه أن يحرص إلى الذهاب إلى المسجد، فهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان عليه أن يترك الغفلة. الإنسان اللي ما يحضر المسجد هذا غافل، وأقل ما يقال عن في حياته وبعد موته أنه لا يحضر إلى مسجد ولا يصلي جماعة. وأما الإنسان المؤمن الذي يحرص على حضور المساجد والصلاة جماعة فيها، فهذا إنسان ممدوح ومحمود، ويقال عنه في حياته وبعد مماته هذا إنسان مؤمن لا يترك المسجد ولا يفوت حضور صلاة الجماعة. ويكفي هذا فضلا ومنقبة للإنسان. ثالثا، إيجاد حلقة علمية في المسجد. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام اتخذ من المسجد النبوي مكانا للتعليم والتدريس، وقد سار على سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله اللي كان يعلم الناس أحكام الإسلام في المسجد، وعلى سيرة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام كذلك، وكذلك باقي أئمة أهل البيت عليهم السلام. واستمر هذا الأسلوب من اتخاذ المسجد مكانا للتعليم الديني. ونحن نلاحظ الآن اللي ذهب منكم إلى المشاهد المشرفة، إلى المساجد الكبيرة، تشوف فيها حلقات علمية، يلتف الناس حول شيوخهم لأخذ العلم الديني والإرشاد الديني والتوجيهات الدينية منهم. إذن المسجد مكان للتعليم، مكان للعلم، مكان للتدريس الديني. والنقطة الرابعة والأخيرة، التزين حين الذهاب إلى المسجد. كان الإمام الحسن عليه السلام يلبس أجود ثيابه حين الذهاب إلى المسجد، أفخم ما عنده من لباس، يتطيب بأحسن أنواع الطيب، يذهب إلى المسجد لإقامة الصلاة. وعندما سئل عن ذلك، يا ابن رسول الله لما تلبس أجود ثيابك؟ فقال عليه السلام: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، فأتزين لربي وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فألبس أجود ثيابي. إذا الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى المسجد عليه أن يلبس أجود ثيابه، أفخم ملابسه، أحسن الملابس، يتعطر، يتطيب، يلبس الخاتم، يمشط شعره حتى يكون متزين، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما أن الإنسان يأتي إلى المسجد بثياب النوم أو بملابس غير لائقة، أو وهو يأكل مأكولات تبعث الروائح الكريهة كالثوم والبصل وما أشبه، فقد ورد في الروايات النهي عن ذلك. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن من أكل الثوم أن يأتي إلى المسجد، لأنه يؤذي الناس برائحته. وكان يقول صلى الله عليه وآله: من أكل هذه البقلة، يعني بقلة الثوم، من أكل هذه البقلة، الثوم أو البصل كما في بعض الروايات، فلا يقربن مسجدنا. مدام هو ماكل ثوم،
ترفو الثوم رائحتك قوية وكريهة، لا يأتي إلى المسجد ويؤذي المصلين إلا يطهر فمه بالمطهرات المزيلة لمثل هذه الروائح. وهكذا الإنسان، مثلا الإنسان يعمل بأعمال تسبب له عرق في فصل الصيف ويأتي بروائح كريهة إلى المسجد وما أشبه ذلك. وفي ذلك حث على أن الإنسان عندما يريد أن يأتي إلى المسجد عليه أن يفعل كما يفعل الإمام الحسن عليه السلام، يتزين، يتجمل، يلبس أفضل الملابس، يتعطر بأحسن أنواع الطيب، يأتي إلى المسجد حتى من يقف بجنبهم يشعرون برائحته الطيبة، يرون ملابسه الحسنة. هذا أيضا من الأمور المهمة. فعلينا أن نعمر المساجد بالصلاة، على الناس أن يأتوا إلى المساجد. من المحزن حقا، من المؤسف أن نرى اليوم بعض المساجد كبيرة جدا وضخمة ومهيئة بأسباب الراحة وبأسباب الاطمئنان وفيها مختلف المرافق، ومع ذلك أعداد المصلين قليلة. هذا شيء محزن، شيء مؤسف. لماذا تبنى المساجد؟ أليس لكي يصلي فيها الناس؟ بعض الناس لا يأتي إلى المسجد أصلا في حياته، أو في السنة مرة أو مرتين. شوف بعض الناس يصلي في المزارع، يصلي في البيت، يصلي على البحر، يصلي ما في أي مكان إلا المسجد، رجلة ثقيلة على المسجد، الذهاب إلى السوق رجلة خفيفة، يصلي في المزرعة براحة، يذهب إلى المسجد الشيطان يقول له لا تذهب، هذه وسوسة الشيطان يقول له لا تذهب إلى المسجد. الآن الحمد لله مساجد كثيرة عندنا، نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه المساجد مهيئة، مرتبة، جديدة، فيها كل المرافق. ومع ذلك ترى بعض الناس لا يفكر أن يذهب إلى المسجد. أحيانا جار المسجد، جار إلى المسجد ولا يصلي في المسجد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده، يعني إلا في المسجد اللي في جواره. جار المسجد لماذا لا يأتي إلى المسجد؟ الإنسان عليه يسأل نفسه. يعني هذا يدل على استحباب الحديث، يدل على كراهة أن الإنسان يصلي في بيته وهو جار للمسجد، وعلى استحباب أن يذهب الإنسان للصلاة في المسجد. حقيقة بعض الأمور تحتاج من الإنسان أن يفكر، أن يتأمل، أن يراجع نفسه، لماذا الإنسان لا يذهب إلى المسجد؟ هذا السؤال على كل إنسان لا يحضر إلى المسجد يطرح على نفسه هذا السؤال، أنا لماذا لا أحضر إلى المسجد؟ ما هو المانع؟ بعض الناس يتعذرون بأعذار واهية، أو يحطوا لهم أسباب ما لها أي معنى، وهي في الحقيقة وسوسة الشيطان، هي غفلة. كما قال الإمام الحسن عليه السلام الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمن يكون من يعمرون المساجد ويداومون على حضورها، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.